الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل عن حج المرأة بدون محرم، فأقول وبالله تعالى التوفيق: كجواب إجمالي يرى جمهور العلماء جواز حج المرأة بدون محرم إذا كانت مع الرفقة الآمنة، هذا رأي الجمهور، والحنابلة يمنعون من ذلك، هذا على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل فذهب جمهور العلماء منهم الأحناف والمالكية والشافعية إلى جواز حج المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة، مع الرفقة الآمنة، وذلك للآتي ذكره: أولا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء أو من الحيرة حتى تطوف بالبيت الضعينة المرأة المسافرة، لا تخشى أحدا إلا الله. قد تحقق ذلك، ورأى عدي بن حاتم المرأة تسافر، الضعينة تسافر في أمان. الشيء الثاني الذي استدل به أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا لحجة نافلة في زمن عثمان رضي الله عنه، في زمن عمر رضي الله عنه مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وهن كنا قد حججنا الفريضة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وحججنا نافلة في زمن عمر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف برفقة أمنة، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهم فيما علمنا. ثالثا، قالوا إن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأورد بعضهم حديثا في تفسير السبيل بالزاد والراحلة والشافعية، إلا أن الحديث الوارد في تفسير السبيل بالزاد والراحلة حديث في سندي مقول، في سندي ضعف. هذه بعض استدلالات الجمهور على جواز السفر بدون محرم مع الرفقة الآمنة. إذن ما دليل الحنابلة وما الذي وجه به هذا الدليل؟ الحنابلة استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم. وقد جاء الحديث مقيدا في بعض الروايات، وقد جاء مطلقا. وردت رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلياليهن إلا معها محرم. ورواية من حديث صحابي آخر: مسيرة يومين. ورواية ثالثة: مسيرة يوم وليلة. ورواية مطلقة، هذه من أحاديث ابن عمر، ابن عباس، أبي هريرة، أبي سعيد الخدري وغيرهم. أما الرواية المطلقة هي رواية ابن عباس. الشاهد أنهم استدلوا بحديث: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها محرم على المنع. كيف أجاب الجمهور على رأي الحنابلة؟ قالوا إن القصد من المحرم هو تأمين المرأة، فنظروا إلى القصد من المحرم، قالوا القصد من المحرم تأمين المرأة، فإذا حصل التأمين جاز. هكذا قالوا إن حديث رسول الله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، قالوا مراد رسول الله هكذا فهموا، وقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن المرأة في سفرها. فإذا أمناها في سفرها برفقة آمنة جاز لها أن تسافر مع الرفقة الآمنة، وأيد ذلك بفهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن عمر وخروج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حاجات في زمن عمر مع الرفقة الآمنة، واستدلوا لذلك كما أسلفت بحديث علي بن حاتم الطائي. فباختصار شديد أجملت القول أولا وفصلت ثانيا: عند الجمهور يجوز للمرأة أن تسافر للحج مع الرفقة الآمنة، وأجابوا على حديث الحديث لا يحل امرأة سفر إلا مع محرم بأن الغرض من المحرم التأمين كما فهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم. هذا باختصار شديد، والجواب موجود في عدة مواطن أخرى بتفصيل على اليوتيوب وعلى غيره. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ومن استطاع أن يحج فليبادر
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج ركن الإسلام الخامس، الحج ركن الإسلام الخامس. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.